السلام عليكم. إذا في هذه الحصة سوف نتطرق لكيفية الخروج من الجنسية المغربية. إذا يهيمن على القانون الدولي في ميدان الجنسية مبدأان. إذا المبدأ الأول هو أنه لا يجوز حرمان أي شخص تعسفيا من جنسيته، وبالمقابل يجوز للدولة أن تنزع جنسيتها من الشخص الذي يتصرف تصرف من لا يرغب في حمل تلك الجنسية. المبدأ الثاني أنه لا يجوز حرمان الشخص من الحق في تغيير جنسيته، ويترتب على هذا المبدأ نتيجتان أيضا. الأولى أنه لا يمنع شخص من ترك جنسية ما للدخول في جنسية دولة أخرى. ثانية أنه لا تفرض على شخص يحمل جنسية ما جنسية دولة أخرى. وبالنسبة للمغرب، يرى الفقه الفرنسي في عهد الحماية أن المغربي يولد مغربيا ويموت مغربيا، وهو ما يسمى بالولاء الدائم لسلطان المغرب، وبالتالي فلا يمكنه أن يفقد الجنسية المغربية بمحض إرادته عن طريق اكتسابه جنسية دولة أجنبية أخرى، بل لا بد من إذن من السلطان. وقد حافظ ظاهر الجنسية بشأن قانون الجنسية على هذا الولاء، على هذا المبدأ، أي الولاء الدائم للسلطان، وحاول تنظيمه بشكل عصري. وإن كان قد أجاز الخروج من الجنسية المغربية، فإنه أخضع هذا الخروج في كل الأحوال لإذن تمنحه الحكومة المغربية التي تتمتع بسلطة تقديرية واسعة لمنحه أو رفضه. إذا نظم المشرع المغربي كيفية الخروج من الجنسية المغربية في الفصول من 19 إلى 24 من ظاهر 6 شتنبر 1958، كما تم تعديله بموجب القانون رقم 62/06، حيث يتضح من هذه الفصول أن الخروج من الجنسية المغربية يتم بسببين. الأول، إما أن يتحقق الخروج وانقطاع العلاقة بين الدولة والفرد نتيجة رغبة هذه الأخير في الانسلاخ من الجنسية المغربية عن طواعية واختيار، ويطلق على هذا السبب فقد الجنسية المغربية، وإما نتيجة لقيام بعض التصرفات المتنافية مع الانتساب إلى الجنسية المغربية، الأمر الذي يفرض على السلطات العمومية المختصة حماية لمصالحها نزع الجنسية المغربية عنه، ويطلق على هذا السبب في المغرب التجريد، وفي بعض الدول العربية السحب أو الإسقاط. بناء على ما سبق، سنتطرق في المبحث الأول لفقد الجنسية المغربية والآثار المترتبة عنه، وفي المبحث الثاني سنتعرض للتجريد من الجنسية المغربية والآثار المترتبة عنه. إذا بالنسبة لفقد الجنسية المغربية والآثار المترتبة عنه، إذا هنالك 5 حالات يفقد فيها الشخص الجنسية المغربية، وهي التي نص عليها الفصل 19 من ظاهر 6 شتنبر 1958، كما تم تعديله بموجب القانون رقم 62/06. إذا الحالات 5، هنالك الحالة الأولى، حالة المغربي الراشد الذي يكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية، وأذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية، حيث يجب أن يكون الشخص الحامل للجنسية المغربية قد اكتسب بالفعل جنسية دولة أجنبية وفقا لقانون هذه الأخيرة، وأن يكون هذا الاكتساب سابقا للتخلي عن الجنسية المغربية، وأن يكون هذا الاكتساب قد تم اختياريا خارج المغرب، وأخيرا أن يكون الشخص بالغا سن الرشد القانوني، أي 18 سنة إذا كان مسلما أو عديم الجنسية أو مسيحي، و20 سنة إذا كان يهودي الديانة. إذن كذلك أيضا الحالة الثانية، المغربي ولو كان قاصرا الذي له جنسية أجنبية أصلية وأذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية، ويستنتج من هذا أنه يجب توفر شروط متمثلة في حيازة الشخص المعني بالأمر في نفس الوقت لجنسيتي الأولى مغربية والثانية أجنبية، وأن يكون حائزا لهذه الأخيرة كجنسية أصلية، إلا أنه ليس من الضروري أن تكون الجنسية المغربية جنسية أصلية. إذن ومثل الحالة السابقة يجب تقديم طلب للتخلي عن الجنسية المغربية وصدور مرسوم يأذن له بذلك وينشر بالجريدة الرسمية. لكن بخلاف هذه الحالة، لا يشترط أن يكون الشخص قد بلغ سن الرشد ولا أن يقع التخلي عن الجنسية المغربية بالخارج. ويلاحظ أن النص لم يعين حدا أدنى للسن
الممارسات التي يمكن للقاصر فيها التخلي عن جنسيته المغربية، كما أنه لم يبين كيفية ممارسة القاصر لهذا الحق، هل يحتاج إلى موافقة النائب الشرعي عنه أم لا، ويترتب عن الفقد في الحالتين الأولى والثانية فقدان المعني بالأمر الصفة المغربية، وبذلك يفقد كل الحقوق التي يتمتع بها المغاربة، كما تسقط عنه مختلف الواجبات التي تلزمه بها هذه الصفة، ويصبح أجنبيا بالنسبة للقانون المغربي، غير أن هذا الفقد لا يتم بأثر رجعي، إذ يبتدئ أثره من تاريخ نشر المرسوم الذي يؤذن بموجبه للمعني بالأمر بالتنازل عن جنسيته المغربية. وبالإضافة إلى الشخص المعني، فإن آثار فقد الجنسية المغربية تمتد إلى أولاده القاصرين غير المتزوجين إذا كانوا يسكنون فعلا معه. والحالة الثالثة، المرأة المغربية التي تتزوج من رجل أجنبي وتكتسب بحكم زواجها جنسية زوجها، والتي أذن لها بموجب مرسوم قبل عقد الزواج بالتخلي عن جنسية المغربية بموجب مرسوم يصدر قبل عقد الزواج، ولتوافر هذه الحالة يشترط أن يكون الزواج من رجل أجنبي صحيحا سواء بالنسبة للزوجة المغربية أو بالنسبة للزوج الأجنبي من الناحية القانونية، وأن يرتب هذا الزواج اكتسابها لجنسية زوجها، وأن يقع التعبير عن التخلي عن الجنسية المغربية عن طريق طلب يقدم إلى وزير العدل قبل إبرام عقد الزواج، وأخيرا أن توافق الحكومة المغربية على هذا التخلي بواسطة مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية. في حالة توافر هذه الشروط، فإن أثر فقدان المرأة للجنسية المغربية يسري ابتداء من تاريخ عقد الزواج بالنسبة للمرأة المغربية التي اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي بحكم الزواج. الحالة الرابعة، المغربي الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية المغربية في الحالة المنصوص عليها في الفصل 18 من هذا القانون، حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذا الفصل أن الأولاد القاصرين الذين منحت إليهم الجنسية المغربية وكانوا يبلغون 16 سنة على الأقل في تاريخ تجنيسهم يجوز لهم التخلي عن الجنسية المغربية بين السنة 18 و20 من عمرهم. ولتطبيق مقتضيات هذا البند يجب أن تكون الجنسية المغربية المكتسبة من طرف القاصر جنسية مكتسبة عن طريق التبعية امتدت إليه من تجنيس أحد أبوه، بشرط أن يكون قاصرا غير متزوج ومقيما معه بالغا من العمر 16 سنة على الأقل، وأن يطلب التنازل عن جنسيته المغربية المكتسبة بواسطة تجنيس والده عن طريق تصريح يقدمه إلى وزير العدل الذي ليس له في هذه الحالة الحق في معارضة هذا التنازل، كما لا يشترط في هذا التنازل موافقة الأب أو النائب الشرعي للقاصر. وبالنسبة للشخص الذي اكتسب الجنسية المغربية إلى جانب أحد أبويه بمقتضى نفس وثيقة التجنيس وكان يبلغ على الأقل 16 سنة من عمره أثناء تجنيسه، تبتدئ آثار الفقد منذ تاريخ التصريح المقدم بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر والموجه إلى وزير العدل. كما يمتد هذا الفقد إلى أولاد الشخص المعني بالأمر القاصرين غير المتزوجين إذا كانوا يسكنون معه فعلا. الحالة الخامسة، المغربي الذي يشغل مهمة أو وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي، إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية ويحتفظ بها أكثر من 6 أشهر بعدما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها، حيث يعتبر الفقد هنا كعقوبة تجعله بمثابة التجريد من الجنسية المغربية، لأن المعني بالأمر لم يصرح برغبته في التخلي عن الجنسية المغربية، لكن إدراجه في هذا الفصل يجعله شاملا لكل من حاز الجنسية المغربية سواء كجنسية أصلية أو كجنسية مكتسبة. يشترط لتطبيق هذا البند أن يتولى المغربي إحدى الوظائف أو المهام في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي، وعبارة المصلحة العمومية لدولة أجنبية أوسع من وظيفة عمومية، لأنها تشمل حتى الاستخدام في مرافق عمومية تديرها هيئات تابعة للقطاع الخاص، ومن جهة أخرى لا يشمل العمل لدى المنظمات سواء منها الدولية كمنظمة الأمم المتحدة أو منظمة تابعة لها كمنظمة العمل الدولية أو منظمة الصحة الدولية العالمية أو منظمة الإقليمية كجامعة الدول العربية أو منظمة الوحدة الإفريقية. وعلى كل، فإن زوال الجنسية المغربية بسبب شغل وظيفة في مرفق عمومي أجنبي أو في جيش أجنبي يتطلب أن تتدخل
الحكومة المغربية في هذا المجال بإصدار تنبيه كتابي لهذا الشخص، قد يكون في صورة مرسوم وزاري أو في شكل خطاب رسمي يسلمه له السفير أو القنصل المغربي بناء على تعليمات وزير الخارجية يتضمن إنذار الله بوجوب التخلي عن الوظيفة المغربية التي يشغلها لفائدة الدولة الأجنبية، وإلا فإن الحكومة المغربية سوف تعتبره متنازلا عن جنسيته المغربية. ومن جهة ثانية لا يجوز اعتبار الشخص في هذه الحالة متنازلا عن جنسيته المغربية إلا إذا أصر على الاحتفاظ بوظيفته في المرفق العمومي الأجنبي أو الجيش الأجنبي عن طريق بقائه فيه لمدة تزيد على 6 أشهر تبتدئ من تاريخ توجيه الإنذار. وعلاوة على ما سبق ينبغي الإعلان عن خروج الشخص من الجنسية المغربية بمقتضى مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية، ويتطلب صدور المرسوم إتاحة الفرصة للشخص للدفاع عن نفسه وإبداء دفاعاته وملاحظاته، كما لو أدلى بوثيقة تثبت ممارسته لوظيفة في إطار علاقة تعاون بين المغرب والدولة الأجنبية التي يعمل بأحد إحدى مصالحها أو مرافقها أو في نطاق إعارة، أو أن الهيئة التي يعمل بها لم تعد مرفقا عموميا نتيجة لتحويل ملكيته من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وفي هذه الحالة لا يعود من حق الحكومة المغربية تقرير الإسقاط، وإلا سيكون المرسوم الصادر عنها بالرغم عن ذلك قابلا للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة وفقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41، وإن كان يجوز للجهة الحكومية المختصة أن تعمد تلقائيا إلى سحب المرسوم إذا تأكد لها أن المعني بالأمر لم يكن في مركز يسمح له بالتخلي عن وظيفته داخل الأجل المضروب لا، كما لو كان مرتبطا مع المرفق العمومي الأجنبي بعقد محدد المدة، وأن إنهاءه قبل أوانه يحمله تعويضا باهظا ويسري الفقد ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الذي يأذن للمغرب المؤدي لمهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي بالتخلي عن جنسيته المغربية، حتى يصبح هذا الشخص فاقدا لهذه الأخيرة منذ هذا التاريخ. إلا أنه في حالة إلغاء هذا المرسوم سواء بطريقة قضائية بسبب الطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أو بطريقة إدارية بواسطة السحب، فإن الشخص يعتبر كأنه لم يفقد جنسيته المغربية قط. إذن كذلك أيضا بالنسبة لأبناء الشخص الذي فقد جنسيته المغربية بسبب عدم امتثاله لإنذار السلطات المغربية بالتخلي عن الوظيفة التي يشغلها في مصلحة عمومية، فإن أثر الفقد يمكن أن يمتد إليهم في حالة ما إذا كانوا قاصرين وساكنين معا فعلا مع هذا الأب، لكن هذا الامتداد لا يقع بحكم القانون، وبالتالي فلا يتم إلا إذا نص عليه المرسوم الآدل للشخص تخلى عن جنسيته المغربية بشكل صريح. نشير أخيرا إلى أن إسقاط الجنسية المغربية في هذه الحالة لا تتدخل في أحداث الإرادة الفردية مثل باقي حالات فقدان الجنسية المغربية، كما أنه لا يتقيد بأجل معين مثل التجريد، ويبقى هذا الإجراء اختياريا بالنسبة للحكومة المغربية حيث تتمتع بالسلطة التقديرية في توجيه الإنذار أو عدم توجيهه. إذا الحالة السادسة انسجاما مع مقتضيات الفصل 9 من ظاهر الجنسية المعدل والمتمم بواسطة القانون رقم 6206 الذي ينص على أنه يكتسب الجنسية المغربية كل ولد مولود في المغرب من أبوين أجنبيين مولودين هما الآخران فيه بعد إجراء العمل بالظاهر الشريف رقم 1/58/250 وتاريخ 1/10/1958 تاريخ بدء تنفيذ هذا القانون بسن قانون الجنسية، بشرط أن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغ سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و27 من هذا القانون. إن كل شخص مولود في المغرب من أبوين أجنبيين وكان الأب قد ولد وأيضا فيه يكتسب الجنسية
السياسة المغربية بصريح يعبر فيه عن اختياره لها، فيما إذا كان هذا الأب ينتسب إلى بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام، وكان ينتمي إلى تلك الجماعة، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و27. أضاف القانون رقم 62/06 المعدل والمتمم لظاهرة 6 شتنبر 1958 بشأن قانون الجنسية المغربية بعض المقتضيات على الفصل 19 من نفس الدائر، والتي جاء فيها بأنه يمكن للمولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية أن يعبر بواسطة تصريح لوزير العدل عن رغبته في الاحتفاظ فقط بجنسية أحد أبويه، شريطة التصريح بذلك ما بين سنة 18 و20 من العمر. إذن كذلك أيضا يمكن لأم المولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية وقبل بلوغ سن الرشد أن تعبر بواسطة تصريح لوزير العدل عن رغبتها في احتفاظ ابنها بجنسية أحد أبويه، ويحق للمعني بالأمر أن يطلب العدول عما صرحت به أمه بخصوص الاحتفاظ بجنسية أحد الأبوين، وذلك ما بين 18 و20 من عمره. يسري أثر الاحتفاظ المعبر عنه ابتداء من تاريخ التصريح المقدم بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر الأمر أو أمه طبقا للفقرة أعلى. أخيرا تضمنت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 44 من ظاهر الجنسية مقتضيات انتقالية بمقتضاها يحق للأشخاص المزدادين قبل تاريخ نشر هذا القانون والمخولة إليهم الجنسية المغربية بمقتضى أحكام فصله السابع تنازل عن هذه الجنسية بواسطة تصريح يدلون به إلى وزارة العدل داخل أجل غايته سنة واحدة تبتدئ من تاريخ العمل بهذا القانون أي فاتح أكتوبر 1958 مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و27 من نفس القانون. إذا بالنسبة للتجريد من الجنسية المغربية إذا يقتضي الانتماء إلى جنسية دولة معينة ألا تصدر عن الشخص الحامل لها تصرفات متنافية مع ما تجيبه تلك الجنسية من ولاء وغيرة تجاه الدولة التي ينتسب إليها الشخص بجنسيته، الأمر الذي يعني وجوب إسقاط أو تجريد الشخص من جنسيته التي اكتسبها إذا تبين أنه ليس أهلا بحمل هذه الجنسية. إذا التجريد من الجنسية هو تدبير بمقتضاه تنزع الحكومة الجنسية من شخص ما كعقوبة على بعض الأفعال التي تصدر عنه بعد اكتسابه لتلك الجنسية. يقتصر إعمال هذا التجريد على مدة زمنية معينة لاحقة على الاكتساب، لأن المعني بالأمر يجب أن يشعر بالأمان والاستقرار وأن لا يضل مهددا بهذا الإجراء طيلة حياته، كما أن الدولة المعنية تستوثق بعد انقضاء زمن معين من إخلاص الشخص الذي اكتسب جنسيتها واندماجه في شعبها. إذا نجد بأن الفصل 22 من ظاهر الجنسية نص على مجموعة من الحالات التي يتم فيها تجريد الشخص من الجنسية المغربية. إذن يتم تجريد كل شخص اكتسب الجنسية المغربية يمكن أن يجرد منها إذا صدر عليه الحكم إما من أجل الاعتداء أو إهانة نحو المالك أو أعضاء الأسرة المالكة، أو من أجل عمل يعد جناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية، أو أفعال تكون جريمة إرهابية، أو عمل يعد جناية ترتبت عنها عقوبة تزيد على 5 سنوات سجنا، وتحتاج هذه الأفعال إلى صدور حكم سابق حائز لقوة الشيء المقضي به، أي أنه حكم غير قابل للطعن بطرق الطعن سواء العادية أو الاستثنائية. ثانيا إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية، إذا يمكن تجريد الشخص من جنسيته المغربية إذا تهرب من الواجبات العسكرية. إذا من هنا إذا نجد بأن القانون المنظم للخدمة العسكرية إذا
ينص على مجموعة من العقوبات التي تطبق على الشخص الذي يتهرب من تطبيق هذه الخدمة العسكرية الإجبارية، كما نص أيضا القانون المنظم للقضاء العسكري. إذا نظم مجموعة من العقوبات على الأشخاص الذين يخالفون المجال العسكري. إذا كذلك أيضا إذا قام الشخص أحد الأشخاص لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافى مع صفته المغربية أو تمس بمصالح المغرب مثل الخيانة أو التجسس أو المس بسلامة الدولة سواء الداخلية أو الخارجية، إذا لا يتم التجريد من الجنسية المغربية من أجل المؤاخذة بأحد الأفعال المذكورة أعلاه والمؤاخذ بها إلا إذا وقع القيام بها داخل أجل 10 سنوات من تاريخ اكتساب هذه الجنسية، كما أنه لا يمكن التجريد من الجنسية إلا ضمن أجل 5 سنوات اعتبارا من تاريخ القيام بتلك الأفعال، ولا يجوز صدور الأمر بالتجريد من الجنسية إلا بعد إطلاع المعني بالأمر على الإجراء المنوي اتخاذه ضده وإعطائه الفرصة ليقدم ملاحظاته سواء كان هذا الشخص مستوطنا بالمغرب أو خارجه، ويمكن أن يتم هذا الاطلاع بأي وسيلة كانت سواء بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وإما بالإعلام مباشرة بواسطة أعوان السلطة أو الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين للمغرب بالخارج. إذا واعتمادا على مبدأ توازي الأشكال المعتمد في القانون الإداري، فإنه إذا كانت الجنسية المغربية قد خولت بمقتضى ظاهر شريف في التجنيس الاستثنائي فإن التجريد منها يتم كذلك بمقتضى ظاهر، وفي هذه الحالة لا يكون هذا الظاهر قابلا للطعن فيه بالإلغاء لأن المحاكم المغربية صارت على عدم قبول الضائر الملكية لا يمكن أن تقبل الطعن بالإلغاء. وإذن هنالك مجموعة من القضايا من بينها قضية القاضي عبد الحميد الروندا، مجموعة من القضايا التي تم فيها الطعن بالإلغاء ضد الضائر الملكية. إذن بالنسبة للتجريد من الجنسية المغربية والآثار المترتبة عنه، إذن الانتماء إلى جنسية دولة معينة يقتضي ألا تصدر عن هذا عن الشخص الحامل لهذه الجنسية تصرفات تتنافى مع ما تجب تلك الجنسية من ولاء وغيرة تجاه الدولة التي ينتسب إليها الشخص بجنسيته، الأمر الذي يعني وجوب إسقاط أو تجريد الشخص من جنسيته التي اكتسبها إذا تبين أنه ليس أهلا لحملها. التجريد من الجنسية المغربية هو تدبير بمقتضى تنزع الحكومة الجنسية من شخص ما كعقوبة على بعض الأفعال التي تصدر عنه بعد اكتسابه لتلك الجنسية، ويقتصر إعمال هذا التجريد على مدة زمنية معينة لاحقة على الاكتساب لأن المعني بالأمر يجب أن يشعر بالأمان والاستقرار وأن لا يظل مهددا بهذا الإجراء طيلة مدة حياته، كما أن الدولة المعنية تستوثق بعد انقضاء زمن معين من إخلاص الشخص الذي اكتسب جنسيتها لها واندماجه في شعبها. لذلك نص الفصل 22 من ظاهر الجنسية المغربية ظاهر 6 شتنبر 1958 المعدل والمسمى بمقتضى القانون رقم 6206 على أن كل شخص اكتسب الجنسية المغربية يمكن أن يجرد منها أولا إذا صدر عليه الحكم إما من أجل اعتداء أو إهانة نحو الملك أو أعضاء الأسرة المالكة. إذا بالنسبة للاعتداء أو الإهانة نحو الملك، إذا كان وجدوا بأن المشرع المغربي عاقب في الفصل 163 من القانون الجنائي على الاعتداء على حياة الملك أو شخصه يعاقب عليه بالإعدام. إذا كذلك أيضا الاعتداء على شخص الملك الذي لا ينتج عنه المساس بحريته ولا يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا يعاقب عليه بالسجن المؤبد. إذا بالإضافة إلى ذلك نجد بأن قانون الصحافة القانون الفصل 41 من ظاهر 15 نوفمبر 1958 كما تم تغييره، إذن ينص على المعاقبة
على أنه تطبق أحكام المادة 204 و106 إذا تضمنت إحدى المطبوعات أو المطبوعات الدورية أو إحدى الصحف الإلكترونية إساءة للدين الإسلامي أو للنظام الملكي أو تحريضا ضد الوحدة الترابية أو قذفا أو مسا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة لشخص المالك أو لشخص ولي العهد أو لأعضاء الأسرة المالكة أو إخلالا بواجب التوقير والاحترام لشخص المالك. إذا بالنسبة لأعضاء الأسرة المالكة يعتبر من أعضاء الأسرة المالكة أصول المالك أي أبواه وجداه وكذلك أيضا فروعه أي أبناؤه وزوجاته وإخوانه وأولادهم ذكورا وإناثا وأخواته وأعمامه. إذا كل هؤلاء يعتبرون من الأسرة المالكة. إذا كذلك أيضا نجد بأن إذا صدر أيضا حكم من أجل عمل يعد جناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية وقد نص على ذلك الفصول من 201 إلى 207 بالنسبة للجنح والجنايات الخاصة بالمس بسلامة الدولة الداخلية والفصول من 181 إلى 200 من القانون الجنائي بخصوص المس بسلامة الدولة الخارجية. إذن كذلك أيضا الأفعال التي تكون جريمة إرهابية وقد نص عليها الفصل 218 إلى 218 صعود من القانون الجنائي الذي أضيف بموجب القانون رقم 0303 المتعلق بمكافحة الإرهاب. إذن كذلك أيضا إذا تهرب الشخص من القيام بواجباته العسكرية سواء تهرب من الخدمة العسكرية أو تهرب من التجنيد من الالتحاق بالميدان العسكري المغربي إذن يمكن أن يجرد من جنسيته المغربية. إذن من هنا نجد بأن المشرع المغربي بعدما كان قد ألغى يعني التجنيد الإجباري إذن أصدر القانون رقم 44/18 المتعلق بالخدمة العسكرية والذي يعني جعل من كل مواطن مغربي بلغ 18 سنة شمسية كاملة يمكن أن ينادى عليه من أجل أداء الخدمة العسكرية الإجبارية الخدمة العسكرية الإجبارية. إذن كذلك أيضا نجد بأن إذا قام أحد الأشخاص لفائدة دولة أجنبية بأفعال متنافية مع صفته المغربية أو تمس بمصالح المغرب مثل الخيانة أو التجسس أو المس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية غير أنه لا يتم التجريد من الجنسية المغربية من أجل المؤاخذة بأحد الأفعال المذكورة أعلاه والمؤاخذ بها إلا إذا وقع القيام بها داخل أجل 10 سنوات من تاريخ اكتساب هذه الجنسية لأن التجريد يقع على الجنسية المكتسبة سواء كانت بحكم القانون أو بواسطة التجنيس سواء كان استثنائيا أو عاديا. إذن كذلك أيضا لا يجوز التجريد من الجنسية إلا ضمن أجل 5 سنوات اعتبارا من تاريخ القيام بتلك الأفعال. إذن 5 سنوات تبتدئ من الوقت الذي قام به هذا الشخص بفعل من الأفعال المؤدية إلى تجريده من الجنسية ولا يجوز صدور الأمر بالتجريد من الجنسية إلا بعد إطلاع المعني بالأمر على الإجراء الذي تنوي الدولة اتخاذه ضده وإعطائه الفرصة لتقديم ملاحظاته سواء كان هذا الشخص مستوطنا بالمغرب أو خارج المغرب ويمكن أن يتم هذا الاطلاع بأي وسيلة كانت سواء بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أي الفصول 37-38 و39 من قانون المسطرة المدنية وإما بالإعلام مباشرة بواسطة أعوان السلطة أي القائد أو العامل إلى غير أو الخليفة أو الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين للمغرب بالخارج واعتمادا على مبدأ توازي الأشكال المعتمد في القانون الإداري فإنه إذا كانت الجنسية المغربية قد خولت بمقتضى ظاهر شريف بشأن التجنيس الاستثنائي فإن التجريد
منها يتم كذلك بمقتضى ظاهر، وفي هذه الحالة فإن هذا الظاهر لا يكون قابلا للطعن فيه بالإلغاء، على اعتبار أن الظهائر الملكية لا يمكن القضاء، محكمة النقد استقرت على عدم قبول الطعن بالإلغاء بشأن الظهائر الملكية. وهنا يمكن الرجوع إلى قضية عبد الحميد الروندا التي يعني اعتبرت فيها محكمة النقد بأن القرار القاضي بفصل هذا الشخص من مهنة القضاء بواسطة ظاهر ملكي لا يمكن الطعن فيه بالإلغاء. في جميع الأحوال الأخرى إذا عندما يمنح التجريد، عندما يمنح الجنسية، عندما تمنح بموجب مرسوم، فإن التجريد منها يجب أن يتخذ بموجب مرسوم يتخذه المجلس الوزاري، والمجلس الوزاري يكون يعني مترأسا فيه الملك، يترأسه الملك بناء على الدستور المغربي، بناء على دستور 2011. إذن ينص على أن الملك يترأس المجلس الدستوري، وفي هذه الحالة فإن هذا المرسوم يكون قابلا للطعن فيه بالإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة بناء على القانون رقم 41/90 المنشئ للمحاكم الإدارية، وتستأنف الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة في المحاكم الاستئنافية، محاكم استئناف الإدارية. إذن يترتب عن التجريد نزع الجنسية المغربية عن الشخص المعني بالأمر ابتداء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، لأن التجريد من الجنسية يتم نشره في الجريدة الرسمية، وبناء عليه فإن هذا التجريد يعني لا يحدث بأثر رجعي، مما يعني أن كل الآثار التي ترتبت عن إسناد الصفة المغربية التي كان يتمتع بها المعني بالأمر قبل التجريد تبقى صحيحة، وخصوصا إسناد هذه الجنسية كجنسية أصلية إلى الأبناء المزدادين له خلال هذه المدة. وإذا كان التجريد لا يحدث أي أثر جماعي بحكم القانون، فإنه يمكن تمديده إلى زوجة الشخص المعني بالأمر وأولاده القاصرين، بشرط أن يكون هؤلاء من أصل أجنبي ومحتفظين بالجنسية المغربية حتى لا يصبحوا يعني عديمي الجنسية. غير أنه لا يجوز تمديد أثر التجريد إلى الأبناء القاصرين الغير المتزوجين إذا لم يكن شاملا الأم أيضا، ويشترط لتطبيق كل هذه المقتضيات أن يكون الأبناء من أصل أجنبي. أما الزوجة التي كانت تحمل الجنسية المغربية كجنسية أصلية قبل الزواج، والأبناء المولودين بعد اكتساب أبيهم الجنسية المغربية، فلا يمكن أن يشملهم قرار التجريد، وأن يكونوا لا يزالون محتفظين بجنسيتهم الأجنبية. وعليه إذا كانوا قد فقدوا جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو كانوا قبل اكتساب الجنسية المغربية عديمي الجنسية، فلا يمكن أن يشملهم قرار التجريد هذا. إذن بعد هذا ننتقل إلى إثبات الجنسية. إذن بالنسبة لإثبات الجنسية نجد بأن المشرع المغربي تطرق إليها في الفصول 30 وما بعده من قانون الجنسية. إذن الجنسية كما رأينا هنالك الجنسية الأصلية القائمة إما على رابطة النسب أو الدم أو رابطة الإقليم أو الأرض، والجنسية المكتسبة التي تكون إما بحكم القانون أو ما يسمى بالتجنيس. لذلك نجد بأن المشرع المغربي وضع قاعدة عامة بشأن عبء الإثبات في قضايا الجنسية المغربية لدى المحاكم الابتدائية، وبمقتضى هذه القاعدة فإن عبء الإثبات يقع على كل شخص يدعي توفره على الجنسية المغربية إما لنفسه أو لغيره، أو ينكرها كذلك بدعوى أصلية أو عن طريق الدفع، أي بدعوى أصلية أي ترفع هذه الدعوى أمام المحاكم الابتدائية، أو عن طريق الدفع أي عندما يدفع بكونه يتمتع بالجنسية المغربية أمام إحدى المحاكم غير المحكمة الابتدائية. إذن كذلك أيضا نجد بأن القاعدة إذا كانت القاعدة أن البينة على من ادعى تطبق بصورة مطلقة في العلاقات بين الأفراد والخواص، فإن هذه القاعدة تنقلب في العلاقات بين الفرد والدولة، حيث يصبح الفرد ملزما باتخاذ صفة مدعي، وبالتالي يصبح هو المتحمل بعبء الإثبات. ما معنى هذا؟ أن الشخص إذا ادعى وجود توفره على الجنسية المغربية
المغربية، فيجب عليه أن يرفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية التي يقيم بدائرة نفوذها على ضد النيابة العامة، وبالتالي يعني المحكمة هي اللي ويقدم الوثائق التي تثبت توفر على الجنسية المغربية، وبالتالي فالمحكمة هي التي تحكم بكونه متوفرا على الجنسية المغربية، كما أن عبء الإثبات قد ينتقل داخل نفس الدعوى من طرف إلى الطرف الآخر، أي أن عندما يثبت الشخص توفره على الجنسية المغربية فإن النيابة العامة يمكنها أن تثبت عكس ذلك، أي أن ذلك الشخص لم يكن متوفرا على الجنسية المغربية، إلا أنه بالنسبة للجنسية الأصلية إذا نجد بأن المشرع في المادة 31 من ظاهر الجنسية المغربية نص على أنه إذا ادعى شخص الجنسية المغربية كجنسية أصلية فيمكنه إثباتها بجميع الوسائل لا سيما عن طريق الحالة الظاهرة. إذا بالنسبة للحالة الظاهرة إذا تعني بأن المواطن المغربي يتوفر على مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس والتي تثبت أن الشخص المعني بالأمر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية وكان يعترف لهم بهذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب بل حتى من طرف الأفراد. إذن كذلك أيضا نجد بأن هذه الحالة الظاهرة إذا رأى مجموعة من الباحثين بأنه يجب إعادة النظر وإصلاح قانون الجنسية وتدارك بعض النقائص وخاصة ما يتعلق منها بمضمون الفصل 31 في اتجاه تدقيق المصطلحات وتبسيط الصياغة من خلال تدقيق موقف المشرع من طريقة الإثبات بالحالة الظاهرة في إثبات حيازة الجنسية المغربية الأصلية. إذا كذلك أيضا توضيح مدى ونطاق مدلول الوقائع العلنية التي تقتصر على بعض العادات والتقاليد المميزة للبيئة الاجتماعية والثقافية والدينية المغربية، كذلك أيضا الحسم في مدى حجية بعض الوثائق الرسمية في إثبات الصفة الوطنية من قبيل بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية وجوازات السفر التي تسلم عادة للمواطنين المغاربة دون سواهم، وكذا بعض المحررات كشهادات اللفيف ورسوم الحالة المدنية المسلمة للوطنيين والأجانب على حد سواء، كذلك أيضا الاقتصار على أحد الأبوين الذين كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية في إثبات الجنسية المغربية عوض التنصيص على كليهما، يكفي إثبات أن الطرف الذي يستمد من المعني بالأمر جنسيته كان يتظاهر بالصفة المغربية، خصوصا وأن منطوق الفصل السادس من قانون الجنسية قد شمله تعديل 2007 في اتجاه إقرار المساواة بين الأب والأم في إسناد الجنسية الأصلية المترتبة عن النسب أو البنوة. إذا من خلال هذا الفصل 31 نجد بأن يستنتج أن المشرع المغربي جعل الحالة الظاهرة أهم الوسائل المثبتة للجنسية الأصلية المبنية على النسب المنظمة بموجب الفصل السادس من ظاهر الجنسية، وبالتالي فإن الحكم المنصوص عليه في هذا الفصل ينحصر في الحالتين اللتين نص عليهما الفصل السادس، وهما الحالتان اللتان تسند فيهما الجنسية المغربية الأصلية بناء على رابطة النسب أو البنوة، سواء كان المعني بالأمر مزدادا في المغرب أو خارجه، سواء ازداد من أب مغربي أو من أم مغربية بعد تعديل قانون الجنسية. ومن هنا فإن الحالة الظاهرة حسب بعض الفقه لا تفيد كثيرا في إثبات الجنسية المغربية الأصلية الممنوحة استنادا أو بناء على الرابطة الترابية، أي بناء على رابطة الإقليم، على أساس أن الشخص في هذه الحالة يتعين عليه أولا أن يقدم الحجة عن طريق وثائق رسمية مثل شهادة الازدياد على كونه مزدادا بالمغرب، كما يتوجب عليه ثانيا إقامة البينة على أنه منحدر من أب مغربي أو أم مغربية، كما ينحصر تطبيق مقتضيات الفصل 31 من ظاهر الجنسية في الزمان طبقا لنص الفصل الثاني من نفس الظاهر. إذا
يعني ينطبق هذا الفصل على يعني على الأشخاص الذين ازدادوا بعد تطبيق قانون الجنسية بعد فتح أكتوبر 1958، بالإضافة إلى إثبات النسب. إذا نجد حسب ما هو مقرر في مدونة الأسرة بالنسبة لمن تطبق عليهم هذه المدونة، أو حسب قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية بالنسبة لليهود المغاربة، فيجب إثبات الحالة الظاهرة التي كانت تأخذ بها المحاكم الفرنسية إبان عهد الحماية على الفرنسية على المغرب، كانت تعبر عنها بصيغ مختلفة مثل عدم إمكان الاحتجاج في مواجهة المعني بالأمر بأي جنسية أخرى، أو إقامة البينة على أن أصول الشخص لم تكن مغربية، لم تكن لهم جنسية أخرى غير الجنسية المغربية، أو أن حالة الطفل الذي تربى في وسط إسلامي أو يهودي أو الذي تكفل به مغربي والذي تحيط به بعض القرائن تدفع إلى الاعتقاد بأنه منحدر من أصل مغربي، وهو ما قام بتقنينه المشرع المغربي في ظاهر الجنسية، حيث يجب أن تتعدد هذه الوقائع وأن تكون متلائمة، مما جعل بعض الفقه إذا يقول بأن يرى بأن إثبات الجنسية في المغرب إذا ينبني على ما يسمى بظاهرة الإثبات الجهنمي، ظاهرة الإثبات الجهنمي، أي أن الشخص يجب عليه أن يثبت جنسيته المغربية وجنسية أبيه وجده وجد جده إلى أن يصل إلى سيدنا آدم، وهذا يعني يعتبر غير معقول. ولذلك نجد بأن مجموعة من الدول إذا صارت على إثبات هذه الحالة الظاهرة أو إثبات الجنسية الوطنية للشخص لجدين اثنين كما هو الشأن بالنسبة للقانون الجزائري، أو إثبات توفرها طيلة ثلاثة أجيال بالنسبة للقانون الغيني، أو توفرها في الشخص الذي أخذ منه الشخص المعني بالأمر الجنسية في منذ 15 سنة بالنسبة للقانون الكونغولي. إذن نجد بأن الفصل 31 من ظاهر الجنسية يرى بأن الشخص يجب أن يثبت الجنسية المغربية بالنسبة إليه، وكذلك أيضا يجب أن يثبت جنسيته المغربية بالنسبة لأبويه وللأب الذي أخذ منه جنسيته المغربية، أو لجده إذا كان قد أخذ الجنسية المغربية من هذا الجد. إذا نجد بأن المشرع المغربي إذا ينص على أنه لا يكفي أن تكون بحوزة الشخص بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو كناس الحالة المدنية أو غيرها من الوثائق الرسمية التي لا تسلم عادة إلا للمغاربة حتى يعتبر متمتعا بالجنسية المغربية، بل يتعين عليه أن عند نشوب أي نزاع في هذا الشأن أن يثبت كونه مغربي بواسطة رفع دعوى إثبات الجنسية أمام المحكمة الابتدائية التي يقيم بدائرة نفوذها، بل إن إصدار صدور حتى حكم قضائي يعترف للشخص بهذه الجنسية لا يعتبر حجة حاسمة لصالحه إلا إذا أصبح هذا الحكم حكما نهائيا ومتمتعا بقوة الشيء المقضي به، أي أنه لا يقبل طرق الطعن سواء العادية أو الاستثنائية. إذا كانت الجنسية المغربية مكتسبة عن طريق ظاهر ملكي أو بموجب مرسوم، فيمكن إثباتها بواسطة استظهار نظير لهذا الظاهر أو لهذا المرسوم يسلمه وزير العدل. وفي حالة ما إذا كانت مكتسبة بمقتضى معاهدة دولية، فيجب أن يتم الإثبات طبقا لهذه المعاهدة، وهذا ما وقع مثلا بالنسبة للمعاهدة المغربية الإسبانية عند استرجاع مدينة إقليم سيدي إفني، حيث نصت هذه الاتفاقية الفصل الثالث من الاتفاقية المغربية الإسبانية المبرمة في 4 يناير 1969 التي سلمت بموجبها إسبانيا إقليم سيدي إفني للمغرب، أنه يمكن للأشخاص المزدادين بإفني والمستفيدين من الجنسية الإسبانية عند تاريخ
طريق تسليم السلطة إلى الحكومة المغربية أن يحتفظوا بها، وذلك عن طريق الإدلاء بالتصريح أمام السلطات الإسبانية المختصة في أجل 3 أشهر اعتبارا من تاريخ إعلاء، ويحتفظوا بالجنسية الإسبانية في جميع الحالات الأشخاص الذين اكتسبوها وفق طرق لاكتساب الجنسية المنصوص عليها في القانون المدني الإسباني. وتعترف السلطات المغربية بكل ما يترتب عن اختيار الجنسية الإسبانية من حقوق وواجبات بمجرد إدراج اسم المستفيد منها في السجل الإسباني المعد لهذا الغرض. يراجع هذا الظاهر الذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 29-52 الصادرة في 28 ماي 1969. إذن كذلك أيضا نجد بأن الجنسية المغربية سواء منها الأصلية أو المكتسبة تثبت بالإدلاء بشهادة الجنسية المغربية التي يسلمها وزير العدل أو السلطات القضائية أو الإدارية التي يعينها الوزير وزير العدل هذا لهذا الغرض، ويسلم هذه الشهادة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية التي يقطن بدائرة نفوذها طالب هذه الوثيقة، والتي تسلم له بناء على الإدلاء ببعض الوثائق التي تقتصر حيازتها على المواطن المغربي كبطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ودفتر الحالة المدنية، وإن اقتضى الأمر بعض الوثائق التي تفيد تمتع الشخص بالجنسية المغربية. غير أن هذه الشهادة تشكل قرينة قانونية بسيطة، وبالتالي لا تعتبر حجة قاطعة على حيازة الجنسية المغربية على الرغم من كونها تضع حائزها في موقف الطرف المدعى عليه الذي ينقلب عبء الإثبات بالنسبة للجنسية إلى الطرف المدعي الذي يزعم عدم تمتع المدعى عليه بالجنسية المغربية، كما أنها تشكل وسيلة يستطيع بواسطتها الشخص دفع أي إجراء من الإجراءات الإدارية التي تتخذ في مواجهة الأجانب كالطرد أو والإبعاد والحرمان من ممارسة بعض الأعمال المقصورة على المواطنين المغاربة دون سواهم. أخيرا، يثبت فقدان الجنسية المغربية في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و5 من الفصل 19 بالإدلاء بالوثيقة المتضمنة للفقدان أو بنسخة رسمية منها. وإذا نتج فقدان الجنسية عن تصريح بالتخلي عنها المنصوص عليه في الفصل 18 أعلى، فإن إثبات الفقدان يتم بالإدلاء بشهادة من وزير العدل تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع بصورة قانونية. أما التجريد من الجنسية المغربية فإنه يثبت بالإدلاء بالوثيقة التي أعلنت عنه أو بنسخة رسمية منها. وبناء على هذا، فقد جاء في الدورية المشتركة بين وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية الصادرة في 4 يونيو 2007 على أنه يمكن للأشخاص الذين أسندت لهم الجنسية المغربية بناء على مقتضيات المادة 6 الحصول على شهادة الجنسية مسلمة من طرف السيد وكيل الملك للمحكمة الابتدائية المختصة طبقا لدورية السيد وزير العدل عدد 3-2 الصادرة في 4 ماي 2007 حول موضوع إسناد الجنسية المغربية ومسطرة الحصول على هذه الشهادة، حيث يتعين عليهم تقديم طلب مصحوب بالوثائق التالية: ما يثبت هوية الشخص إذا كان بالغا سن الرشد، بطاقة الإقامة، جواز السفر، نسخة من رسم الولادة، ما يفيد علاقته بأمه، نسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر، ما يفيد أن أمه مغربية، نسخة كاملة من رسم ولادتها. إذن من هنا نجد بأن بهذا أنهي يعني هذه الدروس الخاصة بالجنسية. وفي الحصة المقبلة إن شاء الله ستتكلف الأستاذة نرجس الباكوري بإلقاء الدروس المتعلقة بتنازع القوانين. إذن أتمنى لكم التوفيق وشكرا لكم.